فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نواصلوا نحكيوا على الرياضيين ومشاركتهم في اولمبياد طوكيو 2021. بعد ما حكينا على الفولي في نص ساعه نتاعنا الاولى، باش نحكيوا توا على البطل الاولمبي، بطل التونسي وسام الملولي، الصعوبات اللي قاعد يلقى فيها واللي اصبحت تقريبا بين الناس الكل من قبل مشاكله مع الجامعه التونسيه، كذلك المستحقات، قضايا عالقه. اليوم سمعنا قضيه جديده، باش ناخذ في تفاصيل من عند اسامه الموجود معنا في المباشر. اسامه اهلا بك. مرحبا. شنو حوالك خويا؟ شنو الامور؟ والله هانا نحضروا في لي كونديسيون اشي سبيسيال كيما تعرفوا، وان شاء الله ربي يسهل. باهي ساعة وسامة، قبل ما ندخلوا في التفاصيل، الظاهر اللي سمعنا اليوم دعوتك للمثول قدام فرقة الأبحاث الاقتصادية في الجورجاني في توقيت صعيب قبل ظهر لي كلكو جور من انطلاق الاولمبياد، ظهر لي قاعد تحضر، ظهر لي وصلت لاخر مرحله في التحضيرات نتاعك اللي هي ماهيش كبيره من المحاله في تونس خاطرها قاعده تصير، وتزيد تكمل ظهر لي البرتورباسيون هذه اللي صارت. تاكد لنا الساعه الاخبار ولا؟ اي تم دعوتي غدوه ان شاء الله 9 نتاع الصباح، وهذه اسلام مع 3 دقائق، مش اول دعوه معناتها من 2018 تم استدعائنا للمثول امام الفرق المختصه هذا العديدين معناتها الموجودين في تونس اللي تابع الخلفيه نتاع القضيه اللي تقدمت بها الجامعه التونسيه للسباحه ضدي، وهذه ممكن خامس او سادس دعوه يطلبوني وين نحضر باش نعطيهم تفسيرات على اللي على القضية هذه. حتى من 2018 القضية منشورة عند وكيل الجمهورية، والتو نتبعوا في الخلفيات نتاعها. في الدعوة فما سبب شنو هي القضية بالضبط ولا ما عندكش تفاصيل؟ لا ما نعرفش. خاطر سمعت الهدى جراد نتاع جامعة السباحة في مع زملائنا في إذاعة تي اف ام منذ قليل، تقول لي ما عندهمش جامعة السباحة حتى قضية ضد أسامة الملولي في فرقة الأبحاث الاقتصادية معناها. تو هذا كلام معناتها لاعب ذري. مش ناشرة قضية ضدي. قالت احنا ما عندناش في الفرقه هذه ما عندناش حتى قضيه ضد اسامه ملول. نعرف سمعت وانت التصريح نتاعها ولا لا؟ انا من 2018 السيده هذه نيتها شنو اسلام؟ النيه نتاعها هل هي نيه تحفيزيه ونيه تشجيعيه ونيه تاثير كمسؤوله في جامعه السباحه التونسيه، او نيه التحكيم والسلب ومعناتها تحكيم صورة بطل أسطورة؟ وأنا مش أنا اللي قلت الكلام هذا، الفينال فيدراسيون انترناسيونال ديناتاسيون اماتور قالت وذكرت لأسامة بالسيزيام كاليفيكاسيون نتاعو بالألقاب الأولمبية نتاعو بالألقاب العالمية نتاعو كسباح تونسي وعربي، هو يعتبر أسطورة للرياضة هذه. شنو هو الأوبجيكتيف نتاعها السيدة هذه؟ اللي هي نذكر صفتها أمينة مال الجامعة، ونذكر اللي الجامعة مصحة معايا عقد تخي باركيت، سمعتها تخي باركيت العقد هذا؟ تخي باركيت معناتها ثم الوزارة ثم الرياضي وثم الجامعة، والوزارة في صفتها اللي هي الممولة والمشرعة واللي هي اللي بعثتني معناتها تابع سياسة الدولة باش نمشي في تربص لمدى طويل، أولا في فرنسا وبعد نلتحق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنا في تربص لمدى طويل من سنة 2002 في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا كان ثم شكاية وإذا كان ثم خطأ وإذا كان ثم خلل من طرفين، الوزارة تشكي بي، هي ما عندها حتى صفة باش تشكي بي. هذه معلومة لازم الصحافة التونسية تفهمها بالكدا، تفهم كيفاش لازم تتعامل مع الأشخاص هذم اللي حسب رأيي أنا عملوا خطأ كبير وكبير جدا، ولازم يتم تداركه معناتها اليوم قبل الغدوة. أسامة من نبرة صوتك نحسك ممسوس حتى مرة الموقع قبل تظاهرة بالحجم هذا، نعرفش شنو رأيك؟ والله نقعد قوي ونقعد مركز. المشاكل هذا معناتها صحيح واحد في ظروف تحضيرات أولمبية داخل على نهائي أولمبي
تفرقوا بعض الايام بعد التحول للالعاب الاولمبيه يعني سي دي بروبليم باراجيك. الناموس اش تعمل لك الناموس؟ نسمع فيك. اش تعمل لك نسمع فيك؟ تقلقك معناها تقصد؟ بيان سور بيان سور. تو الخواطر سي 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 اون بيرتورباسيون سيكولوجيك مستهدفه. الترتيباسيون هذه والتوتر هذا والعمليه الكيديه هذه من 2018 وهي منصوبه الى يومنا هذا ما زلنا نعاني منها. هو نذكره معناها الناس اللي ما عندهاش فكره برشا على القضيه اللي مجمدت لك الجامعه مستحقاتك الخاصه بالموسم الحالي والموسم الماضي. هذا الاشكال منحتي جمدت لي منحتي وتم تحويل وجهة منحة وتم أوديت حسب التقرير. تم تقرير في الموضوع ما زلنا ما نعرفوش شنو موقف الوزارة حسب نجمش ناخذ كلامك انت قرآن منزل من لازم تدقق مع الوزارة. تم تقرير نورمالمون الوزيرة باش تحضره وباش نفهموا أكثر الملف التدقيق خاطر الملف ما زلناش واضح. وسام توجهت بظهر لي بتظلم او شكايه ما عرفش كيفاش تحب تسميها حتى رئاسه الحكومه رئاسه الجمهوريه للتدخل ظهر لي في الايام الماضيه. اي قمت بنداء للسيد مشيشي باش يهتم بالمساله هذه. قمت بنداء ايضا للسلطه الرئاسه الثانيه اللي هي رئيس الحكومه السيد قيس سعيد. ان شاء الله كما شفنا سيد مشيشي يلعب في التنس البارح مع أونجيب إن شاء الله يهتم بالملف السباحة ويهتم بملف أسامة الملولي اللي نذكر أسامة الملولي معتنا صاحب اشترى الذهب الأولمبي التونسي صاحب 15 ميدالية على المستوى العالمي منهم 5 ذهب صاحب 15 ميدالية على المستوى البحر الأبيض المتوسط منهم 10 ذهب صاحب العشرات من الألقاب الإفريقية والعربية صاحب العديد والعديد من الأرقام القياسية العربية والإفريقية يعني عطاء كبير للدولة هذه وحسب تقديري مش معقول اللي ما يتمش تصفية الملف هذا ما نكونش في ظروف معناتها معنوية طيبة باش نمشي ونشارك وندافع عن الراية التونسية وأنا معناتها فرحان ومرتاح وفي ظروف معنوية طيبة. هو مهما يكون الحقيقه شكون ظالم وشكون مظلوم فانه رياضي تونسي معناها الناس الكل تستعرف باللي قدمه سما الملولي للبلاد. انا نجم ناكد لك اللي العيب مش فيا. اي متفاهمين لكن اللي حبيت نقوله اسامه ظهر لي ماهوش وقته اسامه اللي حبيت اسامه جست نكمل الجمله معناها تقول لي رياضي وعندك هكا روح رياضيه وعندك فلسفه رياضيه. صارت دي سكوندال في السبورت تونيزيان وين نبعثوا رياضيين استراليا وبالخصاصه وباللي كونديسيون تاعهم يمشيوا المونوبري ويسرقوا سبيدري داكوردو. سمعت بها الحكايه هذه صارت قبل. الرياضي نجم يغلط ما انا ديما نجي ندافع على الرياضي خاطر ما يكون كان شاب وعنده نقص نجم يكون عنده نقص مالي اما التقصير وين؟ التقصير في المسؤولين اللي خلاهم يوصلوا للثقه صحيح اللي خلاهم يوصلوا للخصاصه هذيك صحيح. ايش نعمل له رياضي هذاك اللي مشى هز درابو وغلط يا خويا دخل المجازان مونوبري وسرق حاجه ايش نعمل؟ اسكو نلوم عليه هو ونعطيه ستاكه وندخله الحبس؟ نلوم على المسؤول اللي قصر في تاثيره؟ نلوم على السيستيم اللي ما عبالوش جيبه باش ما يمشيش يتلز باش يسرق سبيدري باش لازم يمشي يترينا للوندمان؟ فهمت شحال نقول لك؟ فهمتك تحكي على الظروف اللي لازم توفيرها للرياضيين، لكن اللي حبيت نقوله اسامه ماهوش وقته حقك ماهوش وقته بالكل في توقيت كيما هكا قبل ايام من اولمبياد ماهوش وقته بالكل معناها. اي تفضل. لا داكور فهمت البوان تاعك اللي هذا مش وقته وحكينا فيه الموضوع. مي لازم تفهم اللي في العالم اجمع الرياضي هو لو دينامو هو لو موتور. هو لو دينامو الرياضي هو لو موتور دو اندستري اللي هي الرياضه. صحيح. فهمتني لازم الرياضي يكون في قلب الحدث، لازم الرياضي يكون هو لو دينامو. نجموش
ندخلوا في متاهات هك، ما نجموش، لازمنا نصلحوا، ودجرات لازم تقف عند حدها. أسامة كنت حكيت مع الوزيرة معنا في الموضوع، شنو قالت لك أسامة؟ وياخذوا موقف رسمي، موقف رسمي. أسامة كنت قبل موقف رسمي في كنت الملف. قابلت مع الوزيرة باش حكيتوا في الموضوع، شنو كان ردها أسامة؟ السيدة السهام قالت برشا كلام حلو، وقالت برشا كلام منطقي، وشكرتني برشا كصحفية دو بروفيسيون تعرف المشهد الرياضي التونسي، تعرف تاريخ الرياضة التونسية، تعرف المقام والمركز نتاع أسامة في الرياضة التونسية، ولكن ما زلنا نستنيه في الفعل، ما زلنا نستنيه في الاكشن للاكزيكوتيف. وعدتك بحاجة؟ قالتني إن شاء الله كل شيء الأمور بش تريقل، الأمور مريقلة إلى حد الآن قبل أيام الأولمبياد، مازال مجرد كلام فقط. هاك تشوف أكيد مثلا حتى أنا الرمزية متاع الملف، وقلت لفولي مانيش طالب سوارد يا رسول الله، مانيش نطالبين سوارد، طالبين ردين اعتبار، ترجع لي اعتباري وترجع لي قيمتي وقدري. لا يعقل تطلب مني من 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 جهة نرفع الراية ونمشي نشارك في ظروف استثنائية وفرنيس كذا في الكوفيد باسم الدولة التونسية، ومن جهة أخرى تتهمني بالتدليس وتتهمني بالسرقة في منحة، معناتها منحة ناخذ فيها مليون عمري 15 سنة ومش مزيره. المنحة هذه خذوها قبلي، وإن شاء الله رياضيين بعدي بشي واصلوا وياخذوا منح، وهذا في الدستور التونسي، معناتها من حق المواهب التونسية تكون في ظروف كومبيتيتيف باش تمشي وتمثل الدولة التونسية في الخارج، معناتها مش مزيه من عند حتى حد. واضح باش ما نهملوش الجانب الرياضي ايضا وسام، خاطر مهم قبل الكومبيتيسيون كيما هكا. كيفاش قاعده تصير التحضيرات نتاعك؟ قاعد نتمرن 90% من الفوليوم نتاع لونترينمون نتاعي في البحر، وفي السال دو مسكولاسيون، وبرشا فوتينغ، وبرشا كيلومترات في البحر. كيفي وسام هذا المسابقه بالحجم هذا؟ ان شاء الله يكون كيف ان شاء الله. لا نحب تقييم فني نتاع انسان مختص معناه في المجال هذا. ماني نقول لك، ماني نفشل لك، ان شاء الله لو جور جي نكون حاضر بسيكولوجيكمون. مازال عندنا بعض الايام اللي تري امبورطون، لابروش فينال دو لا كومبيتيسيون تري امبورطون، ليتا بسيكولوجيك دو لاتليت في لابروش فينال دو لا كومبيتيسيون. قولوا ان شاء الله. نحلموا مع أسامة ديما كالعادة ولا صعيب مرة هذه؟ شنو؟ قلت لك نحلموا بالتتويج كالعادة مع أسامة؟ أكيد 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 بيانسور، نحن ماشنا باش ندخلوا للمشاركة، من في المشاركة في حد ذاتها هو إنجاز بالنسبة لي أنا، سيزيام كاليفيكاسيون كونسيكوتيف حاجة استثنائية، برغم العديد شكوا من ذلك، برغم العديد قزموا في الإنجاز هذا، ولكن بشهادة العالم وبشهادة الجامعة العالمية للسباحة هذا إنجاز غير مسبوق ينضاف لسجلي. والحمد لله إن شاء الله نكونوا كما قلت، أنا ما نوعدش بالتتويجات، ولكن نوعد بشرف المشاركة، ونوعد بمشاركة معناتها اللي تشرف التوانسة كل أنظى بكي تحاربوا. واضح، ان شاء الله بالتوفيق وسام، يعطيك الصحة على روح نتاعك، على تدخلك معانا، وعلى ما قدمته باش تقدمه للرياضة التونسية. بالتوفيق ليك ان شاء الله في اولمبياد طوكيو 2021، ان شاء الله تتحل الامور هذه اللي قاعدة صايرة الكل. الحقيقة ما تليقش بينا، ما تليقش ببطل اولمبي كيما اسامة الملولي. على كل موزيكا شانج، وبعد مكملين في البلاي حتى